ودي كانت الكتب الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع اللي فات، ومن الكتب الأكثر مبيعاً لشخصية الحلقة. شخصية الحلقة النهاردة الحقيقة هي الروائي الكبير الأستاذ بهاء طاهر، وهو بينتمي لجيل الستينات وليه مجموعة طبعاً كبيرة جداً من الأعمال الأدبية المهمة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الروائي الأستاذ بهاء طاهر ونرجع نكمل كلامنا معاكم. راهب الرواية العربية، هكذا يمكن أن نصف الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر، صاحب مسيرة أدبية تعكس عشقه الشديد للكتابة وانشغاله بهموم وطنه وقضاياه. عرف بمواقفه الوطنية، وكان منها مشاركته في اعتصام المثقفين والفنانين في وزارة الثقافة، وهو الحدث الذي كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو. ولد بهاء طاهر في 13 يناير عام 1935، وهو ينتمي لكتاب جيل الستينيات. استطاع بقصصه ورواياته أن يحجز لنفسه مكانة أدبية متفردة بين كتاب الرواية والقصة في العالم العربي. أصدر أول مجموعاته القصصية عام 1972 بعنوان الخطوبة، ومن أهم أعماله القصصية الأخرى بالأمس حلمت بك وأنا الملك جئت. فضل بهاء طاهر أن تظل رواياته على عرش الرواية العربية برغم من قلة عددها، فعلى مدار تاريخه لم يكتب سوى 6 روايات فقط، وتعد روايته واحة الغروب واحدة من أهم أعماله، والتي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني من بطولة خالد النبوي ومنى شلبي. أنا ليه ما أعرفش رجالة غيرك؟ أعملي كده لو عايزة تعملي كده اعملي، بس انا هقتلك. طب وانا ليه ما قتلكش؟ كان لبهاء طاهر نصيب كبير ومستحق من الجوائز الأدبية، حيث حصل على جائزة البوكر عن روايته واحة الغروب عام 2008، وحصل على جائزة جوزيبي أكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير. وعلى الرغم من أنه لم يقدم أعمالاً جديدة منذ سنوات، إلا أن أعماله ما زالت موجودة في أرفف كل المكتبات، والأهم في وجدان كل قارئ عربي. وده كان تقرير شفناه عن الروائي الكبير الأستاذ بهاء طاهر، وتعرفنا من خلاله عن أهم أعماله الروائية والأدبية.